السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي عشان نحط الاير تيرمينال هدخل في الماجيكات فنتليشن واجي هنا في انستول برودكتس وهدخل هنا الاقي السبلاي اللي هو البريد اللي تحت والاكستراكت والاوت دور سبلاي والاوت دور اكسوست. فانا اقول له انا سبلاي وابدا اختار الشكل اللي انا عايزه وابدا احط على الارتفاع اللي انا عايزه. هو بيقول لي هنا ان الفيو دوت ما فيش فيه اير تيرمينال مش ظاهر فهيبدا يزيرو. بيقول لي انا عايز تعمله بأي طريقه، يعني ممكن تقول له فري تمام او ممكن اند اوف ضغط في نهايه الضغط احطه لو في عندي ضغط ظاهر يقفله، سايد اوف ضغط اري هوزع وبعد كده ابدا احط. دلوقتي هقول له درو اري فبيبدا بقى يقول لي طب انت عايز المقاس بينهم قد ايه، عددهم كام في كام، فبقول له انا هحدد مساحه كده وهو يبدا يوزعهم لي 3 في 3. فزي ما انت شايف الفكره ظريفه ولطيفه في توزيع الاير تيرمينال تمام. خليني اقول له ابلاي واقول له في 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 في، اقول له انا عايز اظهر كل الشغل تمام. طيب الحاجات دي على ارتفاع كام؟ كنترول 1 عشان نعرف الارتفاعات، على ارتفاع 2400. طيب ممكن اقول له بقى انا عايز ارسم ضغط مثلا، ابدا اختار الضغط هبدا اشوفه هيترسم من انهي اتجاه تمام. عايز سبلاي ولا ريتيرن ولا اكسوست، الاوفست خلي 3200 مثلا، الويتس والهاي قد ايه بالشكل دوت، وهبدا ارسم الضغط بتاعي. خلي بالنا ان انت لو عملت سيلكت على الاير تيرمينال دوت وقلت له ايه طيب، هتلاقي في بعض الخصائص اللي اضيفت جديده تمام، وفي بعضهم تنفع تعدل فيهم وفي بعضهم ما ينفعش تعدل فيهم، بياخد الارقام تلقائيا لما بيتوصل. في عندي اداه بتساعدني على التوصيل ديفايس كونكشن، اقول له ديفايس كونكشن واحدد الحاجه اللي انا عايز اوصلها اللي هي الاير تيرمينال بالضغط، فهو بيبدا يوصل بينهم. بيقول لي انت عايز الشكل هيبقى عامل ازاي والنوع بتاعها هيبقى عامل ازاي، بالشكل 45 45 ولا 60 في 30 ولا 30 في 60، اقول له اوكي هيبدا يوصلها لي بالشكل دوت. وكذلك ديت مثلا بديت